انا عايز ابدا كلامي من كلمه الدكتور مصطفى اللي هي كانت بالنسبه لنا مهمه جدا، ان الخط الاستراتيجي للدوله 2050 احنا بنقول فيه ان احنا هنزيد المساحه المعمره من 6.5% ل 12% تقريبا، ده تقريبا زي ما انا بقعد اتكلم مع الشباب بقول لهم ان احنا هنبني في الكام سنه اللي جايين قد ما انا مقيم من الواحد القطرين، وده تارجت صعب جدا مش سهل خالص يعني، ولازم نتعاون فيه كلنا مع بعض قطاع خاص وحكومه عشان نقدر نوصل للتارجت ده ونقرب منه. السبب في التارجت ده زي ما احنا عارفين ان عدد سكان مصر سنه 2050 هيبقى حوالي 160 مليون نسمه وهنبقى المركز العاشر في العالم تقريبا في عدد السكان، فاحنا ما عندناش اي طريق اخر غير التنميه العمرانيه عشان نقدر نضاعف عدد السكان، نقدر نضاعف المساحه المعمره عشان نحافظ حتى على الكثافه اللي احنا مشتركين عليها، كثافه السكان اللي احنا عايشين عليها دلوقتي. هي طبعا فرصه ان انا عندي الثلاثي الاهم بالنسبه لنا كشركات في الحكومه والاستثمار ووزاره الاسكان عشان اقدر اقول بعض الاقتراحات اللي انا محمل بيها من غرفه الاستثمار العقاري او من غرفه الدور العقاري في من زملاء المستثمرين. فانا هقول بعض النقاط اللي احنا شايفينها لكل منهم يعني. على وزاره الاستثمار احنا كلنا فاهمين كويس قوي مصر السوق فيها مزايا كتير جدا سواء للمستثمر الاجنبي والمحلي، منها على سبيل المثال انا هتكلم عن الاستثمار العقاري على راجل خصوص، ان السوق حقيقي والطلب حقيقي والسوق كبير، مفيش اي شركه في العالم تقدر تتجاهل حجم السوق المصري 100 مليون بني ادم 600 مليون حاله زواج كل سنه، فالطلب حقيقي والطلب دايما موجود وهيفضل دايما القطاع ده هو الركيزه الاساسيه للدوله بتعتمد عليها. وزي كان محمد بيسوق السنين اللي فاتت كل القطاعات حصل لها مشاكل اتأثرت، القطاع الاستثمار العقاري كان دايما الاثبت والانجح والاركز والاقدر تحقيق الكريم، ولكن عندنا بعض المشاكل اللي احنا شايفين ان احنا عشان نقدر نوصل، احنا عندنا الاف دي اي تقريبا معالي الوزيره كان 600 مليون دولار في القطاع العقاري 2016، احنا شايفين ان الرقم ده بسيط جدا وممكن يتضاعف اكثر من 10 مرات خلال السنين الجايه، لكن في بعض المعوقات البسيطة اللي احنا ممكن نقول نقدر نحسن بيها الأداء بتاعنا. فمنها على سبيل المثال زي ما كان محمد بيسو طب بيقول احنا شايفين العائق الأهم والأخطر في سبيل الاستثمار في مصر هو بطء الإجراءات واستيقاظ الترخيص. وأنا شخصيا كنت بضحك مع المهندس محمد سلطان بقول الشباك الواحد ده أنا بسمع عنه من أيام كنت في الجامعة وغالبا هكتبه في وصيتي لابني سعود. إن شاء الله لما يحصل الشباك الواحد يبقى تعالى قول لي إن الشباك الواحد حصل. وإحنا اللي بنقوله احنا ليه ما بنستفادش من دول العالم ان فكره الاصلاح الاداري في الدوله هو نظام سيفشل وهنقعد نحاول فيه 50 مره وهيفشل ومش هنروح اي حته. البديل اللي اتعمل في دول كثيره ونجح هو النظام الموازن. احنا لما نبص لتجربه دبي في بلديه دبي من 15 سنه عملت النظام الموازن ثابت الموظفين الموجودين، اختارت منهم الاكثر والاصغر سنا وتجربتهم وقدرت تحطهم على الطريق وعملت نظام موازي وده نجح تماما. ماليزيا يا جماعه في عندهم تجربه اسمها تجربه النقاط المضيئه. النقاط المضيئه عمل نقطه نقطه وقدر يطورها وقدر ينقلها لمنطقه ثانيه، المنطقه الثالثه بقت من اهم نقاط التنميه في العالم. فمن طلباتنا الاساسيه ان سرعه اجراء الموافقات والتراخيص، وده مش هيحصل بنظام موازي الاداري الموجود في الدوله. وانا لا اعني هيئه المجتمعات عشان الدكتور مصطفى عارف ان هيئه المجتمعات من اسرع واحسن الانظمه الاداريه في الدوله، ولكن امتى هفضل اقارن نفسي بالدوله؟ لازم اقارن نفسي بدبي وانجلترا وامريكا. احنا لو عارفين ان حجم الاجانب اللي بيشتروا في العقار في العالم تريليونات الدولارات، دبي بتقدر تقريبا 12 13 مليار دولار كل سنه. احنا لازم نقارن نفسنا بالدول التانيه عشان نقدر نوصل لحته تانيه. النقطه التانيه يا معالي الوزيره، وانا شايف ان هي نقطه مؤقته ومش مهمه جدا، هي فكره اخراج الارباح بعد انتهاء المشاريع. احنا كاستثمار عقاري العمر السايكل بتاعت الاستثمار بتاعتنا من 5 ل 10 سنين. احنا هنقدر نعترف ان احنا لحد 2012 ما كانش عندنا اي مشكله ان احنا نطلع الاستثمار ارباحنا ورؤوس اموالنا لبره مصر والشركات الام بدون اي مشاكل. حصل لخبطه بسيطه في خلال 4 سنين اللي فاتوا بسبب ظروف او اخرى، فاصبحت كثير من شركات الاستثمار الاجنبيه بتتطلب ضمانات لخروج رؤوس اموالها وارباحها بعد انتهاء مده المشروع. يا سيدي تفضل. المشروعات